أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من الحصاد الرياضي من موقع القدس دوت كوم. نبدأ هذا الحصاد بالحديث عن عودة اللاعب أشرف نعمان لصوف فريقه السابق ترجي وادي النيس، حيث أعلن المدير الفني للفريق عبد الفتاح عرار عن عودة اللاعب لصوف ترجي وادي النيس مجددا بعد فشل الاتفاق بالانتقال لصوف العميد شباب الخليل. وهذا هو الذي يسجل الهدف، الذي يسجل الهدف هو أشرف نعمان. في الأردن حسم الوحدات موقعة الديربي الذي جمعته بغريمه التقليدي الفيصلي وتفوق عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين في ختام الدور الأول من بطولة كأس الأردن، وسجل للوحدات المحترف الفلسطيني مراد إسماعيل ومنذر أبو عمارة في مناسبتين، والمخضرم رأفت علي، فيما تكفل حسون الشيخ ورائد النواطير بتسجيل هدفي الفيصلي، وبهذا الفوز رفع الوحدات رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة. في إسبانيا مشاهدينا انطلقت مباريات الجولة الثانية من الليغا الإسبانية، وحقق برشلونة حامل اللقب فوزا صعبا على حساب ملقى بهدف نظيف حمل توقيع المدافع أدريانو. من جانبه حقق ريال مدريد فوز الثاني على التوالي، وهذه المرة على حساب غرناطة بهدف نظيف حمل توقيع المهاجم كريم بنزيما. وشهدت الجولة الثانية فوز أتلتيكو مدريد على رايو فاليكانو بخماسية نظيفة. في انجلترا مشاهدينا انتهت مباراة القمة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم على معقل الشياطين الحمر أولد ترافورد، وشهدت الجولة الثانية سقوط مانشستر سيتي أمام كارديف سيتي الصاعد حديثا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الجولة أيضا شهدت فوز أرسنال على فولهام بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، فيما حقق ليفربول فوزه الثاني في البطولة. أخيرا مشاهدينا في هذا الحصاد لعب المهاجم الألماني ماريو غوميز أولى مبارياته في الدوري الإيطالي مع فريقه فورنتينا، لكن الحظ لم يكن بجانبه حين أضاع فرصة أمام المرمى الفارغ. لنتابع اللقطة. Ainda rebate, defesa, toca na bola a correr. Incrível. O que falhou, Mário Gomes atirou ao poste depois de Rossi. Aqui está, vamos ver o lance. É só mesmo encostar. Ele encostou, só que não acertou na baliza. بهذه الفرصة الضائعة مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله مع أهداف وأخبار جديدة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.